فإذا كتبخري بالعود القماري سيدة سيدنا محمد الله معاك عشقين بصدقين المصدقين رسول الله فسبح بحمد ربك صوبتي عاودي هاد الكلمه صوبنا شوفوا تعذبت باش ركبتهم ودابا فوالا كيف قلت لكم راه ديجا هي القيام جبه وداكشي هادشي اللي كاين الفوت حب كبير ليكم تحت السماء خليكم معايا دابا نمشي ان شاء الله ممكن لي كوي بلا نقدر ندير جوج كوي بلا ولا فامي ديالي داكشي وصافي ونعيط لهم وخليكم مع النهار باش يكون كملنا الدار تشافوا داكشي دابا طاح الظلام وداكشي الوغ كلشي سد الناس ديال داكشي ديال الكراو هذا غدا الصباح ان شاء الله نمشيو نكملوا الغارات ديالنا نهار الجمعه ان شاء الله غادي تكون الكساكيس هنايا ندور لكم على شويه الدار وخليكم غدا ان شاء الله باش نكملوا ايوا لي زامي هذا الصالون الدخله ديال الدار اللي كان فيه بزاف ديال الحويجات وهذيك الثلاث ايام بدلوهم ليا بالنسبه مثلا بحال البيبان بحال دابا هادي تبدلات لانه كانت فيها بزاف ديال الحويجات هنايا مكرطين تيبدلوا لك اي حاجه كانت الحليب دابا غادي نديروه ان شاء الله حتى صوبنا جفينا وداكشي صافي تالباركو هنايا هنا كاينه انستالاسيون ديال الشوفو هنايا وهنا ديال الماكينه التصبين ايوا لي زامي هذا بحشاكم الطواليت اللي ان شاء الله غادي نصاوب صال دو بان هنايا واللور نقدر ندير واحد البيبليوتيك نحط فيها سريبتات وداكشي ايوا هنايا البيوت المهم الدار ولات نقيه ايوا لي زامي دابا الدار نقيه كلشي بخير على خير كنوجد باش ان شاء الله نعيط لافامي ديالي ويشوفوا الدار ويعطوني الراي ديالهم وميم طون نجمعوا في الساعه ديال الكسكسو ان شاء الله غتكونوا مسمعين في هذاك النهار ياك الصراحه الله نقدر نقولها لهم ما درتش لانيفيرسير ديالي انايا مع لافامي وبغيت ناجلو وشوف سبحان الله العظيم حتى عيطوا ليا قالوا ليا سويرت داكشي علاش ما بغيتش نديرو نهائيا تندير اول انيفيرسير ديالي في دار تكون اول دخله ديال الوالديه وهذا وحنا مجموعين يكون فيها لانيفيرسير ديالي وما ندير شي حاجه كبيره على قد الحال حيت الصراحه ديال الله بكل صراحه نتوما خوتي كنعاودكم اي حاجه يعني انا في واحد الوقت اللي الصراحه اللي عندي حطيتو في هاد الدار والحمد لله ومن هنا للقدام يكون الخير باذن الله حب كبير لكم غدا ان شاء الله نمشيو عند السيد باش نكريو الطوابل وداكشي صح عليكم نجي دابا نقاد شعري والنيو لوك ديالي وهذا من بعد غادي نمشي ان شاء الله نكوموندي داكشي باش نديوها للدار ان شاء الله خليكم معايا
ايوا حبايبي اللوك جديد صبغت شعري بالنواق، كنت بغيت نصبغ بواحد اللون اخر. ساعه قالت لي ما يمكنش لانه ديجا نسيت صبغه بالنواق. ايوا هادشي اللي كاين الطفيرات واللعيبات باش دخول ديال المنزل ديالي يكون واحد نيو لوك يكون جديد. ايوا هادشي اللي كاين دابا ما علينا غير نمشيو باش نكريو الكراسة والطوابل وداكشي. ايوا هادشي اللي كاين، خليكم معايا في البلوك. ايوا الحبال ديالي دابا كملنا الحمد لله الاغراض ديالنا ديال ليها. دابا كنلقيت وانا كنعمرو انا وسكينة التمر المجهول باللوز والقرقاع. ايوا هذه الخدمه ديالنا دابا صراحه عيانه ديال بصح. هادشي اللي بقى لنا دابا، هادشي اللي بقى لنا دابا كنتسناو غير، قولوا لي نتوما كنتسناو غير بما جاوا الطوابل وداكشي. ايوا هادشي اللي كاين عليكم. فوالا الحبايب زوينين، احنا جبنا دابا الماتيريال، هنا جبنا الماتيريال او دابا غادي صوب سيد هنايا كلشي. الله يسخر الامور اخويا سفيان، الله يحفظك وينجيك. كنظن بلي سالينا سكينة انا وياك ياك كلشي بخير. عينا عينا بزاف. صافي دابا كنتسناو غير كوسكوس بما وجد ان شاء الله نجيبوه، والتمرات اللي وجدنا انا وسكينة هما مع هنايا نعمرو بالحليب والزهر. ايوا هادشي اللي كان دابا كنتسناهم غير امتى يجيو. امين امين يا رب امين. يلا بزوات خليكم معنا. من بعد اخوتي ما شفتوا المقدمه ديال فائزه منين بدات لكم الفيديو، دابا وصلنا لهاد المرحله اللي بغيت نقول انا وخويا بدر اختي فائزه الله يجعل كلشي مبارك مسعود الدويره ديالك يا ربي امين. يعطيكم الصحه ويعطيك الان العائله ان شاء الله اللي غادي تجي ان شاء الله، واي حاجه اللي كتمنيه في خاطرك يا ربي يا ربي امين. واللي بغيت نقول لكم اخوتي قبل كل شيء وقبل ما نستقبلوا الناس وندوزوا هاد الفرحه الزوينه اللي هي فرحه، وثاني حاجه عيد ميلاد ديال فائزه اختي ودايره واحد لا سوربريز خاصكم تخليوها من ورا هذا من ورا هادشي اللي غنقول لكم ان شاء الله باذن الله. كاينه شي سوربريز وان شاء الله الا كتبت ويلي صراحه اصلا لا صراحه انا قالوا السسبانس. اللي بغيت نقول لكم اخوتي واحد الحاجه هو انا كنحترم اختي فائزه وكنحترم كاع العيالات الحره تبارك الله مرات خويا بدر اختصار كدا. علاش؟ واحد الحاجه اللي كتعجبني هي المال اللي كتكافح على وجه وليداتها على وجه راجلها. وانا جبت لكم واحد الحاجه اللي زوينه بالنسبه للنساء المغربيات عامه، ديما كنجيب كنقول بالنسبه للناس ديال الجاليه دابا غادي يعجبك النساء المغربيات. اي وحده عايشه في كندا في بريطانيا في طوكيو في امريكا في المغرب كتحمل البطاقه ديال انها مغربيه عندها الحق تدخل لهاد الشركه الضخمه الاوروبيه السويديه نفس السيستم ديال الشركه ديال الامازون اللي كتوفر لك على واحد المتجر الكتروني. شي حاجه اللي زوينه بزاف نقدر نقول لكم هاد السهام، هاد السيده سهام الكنزي، سيده كانت متابعه وشافت الاشاره اللي دات الكوثر معاويه، مشات وتواصلت معها وتبارك الله فاش مشيت وتواصلت معها وشفت المراتب اللي وصلت في هاد الشركه شحال كانت كتخلص في الشهر انا تصدمت. ولكن اي حاجه اللي زوينه في هاد الشيء هو الكفاح وتقول بسم الله. انا غنخلي لكم النمره ديال سهام الكنزي اللي بدات غير بسم الله شافت كوثر معاويه دات لها الاشهار، جات هي دخلات ودوات مع كوثر معاويه ساعه تبارك الله وصلت لواحد المرتبه اللي المراتب ديال الخلاص ديالها في الشهر واحد الحاجه اللي زوينه بزاف اللي تعاون معها مع وليداتها مع عائلتها مع كل شيء. بالنسبه اللي بغيت نقول لكم اي وحده كتبعنا مغربيه وبغات تخدم على وليداتها راه ما كاين والو، ما كتحتاج لا ديبلوم لا حتى حاجه، كتحتاج كونيكسيون 4G تليفون وتخدم غير من دارك. تواصلوا مع سهام الكنزي وغتشرح لكم اكثر مني بزاف ديال الحوايج. ونبغي كاع المغربيات اللي كيشوفونا واللي بغاو يتعاونوا مع زمانهم ويتعاونوا مع حياتهم يتواصلوا مع سهام الكنزي في النمره ديالها ويقولوا لها حنا بغينا نتقيدوا في هذه الشركه الضخمه الكبيره اللي كاينه في اوروبا، وان شاء الله حنا السبب والكمال لله وان شاء الله ربي ما غاديش يخيبكم وخدموا على راسكم وتبارك الله عليكم وليتس جو ان شاء الله نشوفوا المفاجاه الزوينه. دابا ان شاء الله يجيو الناس وصبنهم باش يجيبو التمر يوم ندير شويه زعما تناري وخليكم معنا في النار. مرحبا 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 السلام عليكم. بسم الله مقسم الاول ياك خاتي رشيده الحبيبه ديالي سميره حبيبي ها هي بسم الله خاتي سميره عطيني بعيده الله يخلف عليك.
الخير. الله يكمل. امين يا ربي. هذا الاخ ديال الماما الله يحفظه لنا ويطول عمره. مرحبا مرحبا. فاذا كتبخري بالعود القماري. ايوا اه. دابا اون اتوندو الناس يجيو. مرحبا مرحبا بمرت خويا بدر. النهار الكبير هذا النهار الكبير. جايه عند سيده فايزه خويا. الله يحفظك ليك. عندك انا. مرحبا 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 مرحبا. اللي بغيت نقول لكم الخوت اول لبيسه لبست داري اول لبيسه ب بخياطه ديال اختي ساره الله يحفظها ويجزيها. ماشي مرت خويا اختي سندي واقفه معايا في اي حاجه تبغي تشكرها بزاف. والله يحفظك ليلي ويعجبك والله يحفظك بزاف بزاف. الله يحفظك ليلي ويكمل بالخير ان شاء الله. تكون مليئه بالسعاده والافراح يا رب. اللي في شهور تشوف نيشان الله يكمل. امين يا رب. نقول مرحبا وان مرحبا خويا معتصم اللي ديما كيكون عندنا وكنجيبوه والصوت ما شاء الله. بسم الله اخويا المعتصم. بسم الله بسم الله. السلام عليكم. بسم الله اخويا عزيز مرحبا. بسم الله اخويا حمد الله الله يكرمك. بسم الله 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 امين. سفيان عطيني تنوكل حلوين اخويا. بسم الله خالتي. مرحبا بصاره مرحبا. الله يبارك فيك. بسم الله. ايمان يا وحده ناخذو الجوج يلا خذ يلا هيدا يلا الله يبارك فيك. امين. واحد و لا لا باقي هيدا نعم. الله على السي عادل. مرحبا مرحبا عادل هشام في الطبله. تبارك الله على السي اشرف. مرحبا مرحبا. بالمطحن ليك خمسة إن شاء الله. أمين. عدكم بالجاطة تندعي معك سي معتصم. مرحبا في زوجك عام. رسول الله إلى الشهيدة سيدنا محمد الله معاه الشهيد. فين هو حليبي؟ حليبي زوجة حدا الوالدة. صافي انا القرعه ما هكا عليا انت تفكا راه دا هو صاحبي كولا رقيب. بسم الله الله يعطيك الخير والبركه. الزهراء في مية ايام على سلامتك في المزهر الزهراء ايام في المزهر مزهر مزهر في هذا كله وضع ربي ما تروحش مهمة يا مهمة. أجي يا سيدي أصلا. كسبوا يجي. خوف سلامة إن شاء الله. المقعد كبير وين ما بغي تجي الله. آمين آمين يا ربي آمين. سعيدة اش كديري دا؟ دابا الله يحفظ المهمتي والله انا والصراحه بغيت الطياب يكون ديال ماما. نجي نشوفو نشوفو حتى للطبله نشوفو داك الشيء. ماني الزوج هنايا. لا لا حتى للطبله يلاه. الفوطو صافي صافي. يلاه بسم الله. ما شاء الله. الله اكبر. انتي الداخلانية. خليني انايا نخليها. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله. الله يا احد. الحل الحل الحل. بسم الله. 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 وكل شيء على البطاطا. الله 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 بسم الله. هذا كسرتيس ديال اموزيك اللي داير له عاشق بصلعي الله مرحبا بسكينه. كنبغي نشكرك وقفتي معايا حتى انت الله يعطيك صحتك. ايوا جلس ماما دير شي بلايصه حداك لسكينه. مرحبا بكم كاملين. مرحبا والف مرحبا. الله يبارك فيك ويكبر فيك. مرحبا بكم. الله امين يا رب. مرحبا بكم ان شاء الله باذن الله. يا الله سي سي
ديالو. ما قدرت نقول حتى شي واحد شنو عادل شنو هذاك اللي غنى في العرس عندنا. الله داكشي خطير يا فايزه. هذه سيدي بدر. انا تسهيت وبغيت نتمتع بواحد الصوره من السي معتصم، صوره الفاتحه، ولكن بشرط انها تكون بقراءه عبد الباسط عبد الصمد ان شاء الله. لكن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله 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 الله
يلا سلام يلا مع السلامة.
المكتار. ايوا لا سمحت العود. مثلت العود. ايوا لا تيقول لكم واحد المساله اخوتي. كيف كتشوفوا اخوتي فائزه مؤخرا كانت مع الدار وداكشي وقالتها في ستوري قالت بلي يعني اي حاجه ذهب شي حاجه اللي ثانوي هو زوين ولكن كتلقاه فاش كتحتاج فلوس وداكشي كتلقى عندك الديب ديالها. ومشات حطات الديب ديالها وداكشي مشيت انا نجي على واحد البلاصه اللي ساعه صراحه لقيته ذوبو وما كتبتش قصد مشات فكره زوينه صراحه كنت بغيت ناخذو لها يا نفسو ولكن ما كتبتش صراحه صراحه بعت واحد البراسلي كان عندي اكثر من 12 عام ومني بعته ولكن بشي حاجه ديال الدار هذا في الحال ولكن والله ما لقيته مع مضيف ابي ولا مع مضافها انا شفتو قال لي ذوبو وخديت هذا هذا واو هذا سيربو مع فايزه سيربو والله الا خاطر صحتك سالي عطيني الصحه والراحه بصحتك اختي سال كل صحه صحتك وراحه الله يحفظكم ليا ويخليكم ليا الله يحفظك اختي الله يحفظك واو واه انا حاط لك لوس هذه دابا البدايه من هنا واش كتبتي انا نورمالمون كاب ما كيتكتبش ويلي 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 تي كان حتى سفيان لا هذيك ديال زياد الله يخليك الله يخليك اخويا الله يخليك تاهل وقول لي حطكم على ديال شكرا امتى عيد ميلادي يعني عمرها تحيد ان شاء الله تندفع سماحه ان شاء الله ما عرفتش شنو غيوقع لك هذه ما تحيدش نهائيا نهائيا وبعد المناسبه كنبغي نشكر كنبغي نشكر اختي ساره وخويا بدر هي اللي جابت هاد البيصه وصراحه عطاوني الكادو ديالهم فوق من هادشي كنبغي نشكر خويا حمزه هو عطاني الكادو اختي ساره يا انا فاطمة زهرة ديري كريدي ديري كريدي عطاتني عطاتني فاطمة زهرة الله يعطيها انت فاطمة زهرة راه واحد مهمتي حبيبة الله يحفظكم انت انا عاود الكادو ديالي عاود الكادو ديالي لا والله العظيم كنبغي نشكر حبيبي يعني عبد الرحيم حتى هو الكادو ديالو زوين كنبغي نشكر كاع الناس اللي تجمعوا بهذه المناسبة كبيرة ولكن قبل ما نختموا ضروري نختموا اللي بغيت نقول لكم هو انه قبل ما نختموا لا فيديو بغيت نذكركم سهام الكنزي صراحة سهام بغيت نشكرها بزاف علاش لأنه من الفان ديالنا شافني دات لا بيبليسيتي ديالو فائزة الكوثر معاوية شافت لا بيبليسيتي مشات دخلات وتواصلت معها وتقيدت معها في هذه الشركة الضخمة اللي قلت لكم عليها شركة سويدية بحال السيستم ديال أمازون يعني اللي بغيت نقول لك تقيدت معها وتواصلت معها وتبارك الله داكشي اللي وصلت به ما شاء الله في الشارع ولافونتاج اللي عندكم المتتبعين ديالنا اللي كنتو كاملين كتبغيوه ديما في الميساج سفيان حنا المغربيات حتى حنا بغينا ندخلوا لهاد لا سوسيتي حتى نتوما عندكم الحق دابا تدخلوا اي وحده عايشه في طوكيا في ميريكان في كندا كيف ما كانت يكون عندهم غير الانترنت والتليفون وكيحتاجوا شي حاجه صافي الساعه غادي تخدموا بخير اللي بغيت نقول لكم تكون عندكم بطاقه مغربيه تقدروا انكم تقيدوا في هاد الشركه اللي هي ضخمه وكبيره وتواصلوا مع سهام الكنزي هي النمره ديالها هي غادي تشرح لكم بزاف ديال اكثر منا وتبارك الله عليكم الله يسهل عليكم ونبغيو روح كاع المتتبعين ديالنا يوصلوا بحال سهام الكنزي وبحال كونتر معاويه هي اي حاجه عطيتيها راه كتعطيك يلا خوتي كاملين المغربيات اللي متبعينا بغاو يخدموا على راسهم بغاو يخدموا على وليداتهم ويوليو حتى هما كل شهر تيحصلوا على واحد المبلغ اللي زوين يتواصلوا مع سهام الكنزي وغادي يكون الخير تبارك الله عليكم وهنا كنقولوا لكم تبارك الله عليكم السلام عليكم